وحول ما يجري في الأراضي المحتلة ينضم إلينا من غزة محمد الزعنين الصحفي من القطاع. محمد، إذن شهيدان من القطاع مع بدء الاحتجاجات، ضعنا في آخر التطورات لديك. ارتفع عدد الشهداء على حدود قطاع غزة قبل قليل إلى 5 شهداء شرق خان يونس وشرق غزة وشرق جباليا إثر اعتداء قوات الاحتلال على مليونية العودة التي خرج بها مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة منذ صباح اليوم، وتوافدوا إلى مخيمات العودة على طول حدود قطاع غزة، حيث تعاملت قوات الاحتلال بشكل عنيف مع في قمع المتظاهرين، وأطلقت عليهم الأعيرة النارية بشكل عشوائي ومباشر، ما أدى إلى استشهاد 5 منهم وإصابة المئات حتى الآن. إذن عدد الشهداء ارتفع من 2 إلى 5 شهداء، هل لديك أي تفاصيل عن هؤلاء الشهداء؟ أسماؤهم، أعمارهم، كيف ماتوا؟ الشهداء يعني في العشرينات من العمر، استشهدوا شهيد في شرق جباليا وشهيدين أيضا في خان يونس وأيضا شهيدين في غزة. الشهداء يعني معظمهم إصابات خطيرة، وصلوا إلى مشافي قطاع غزة والنقاط العلاجية والنقاط الطبية، حالتهم خطرة، منهم من استشهد على الفور ومنهم من استشهد متأثرا بإصابات إثر تعامل قوات الاحتلال إطلاق النار بشكل مباشر على المتظاهرين وإصابتهم في مناطق القلب والرأس. طيب، هذا بالنسبة للشهداء. محمد، ماذا عن الإصابات؟ ما هي نوعية الإصابات؟ هل هناك إحصاء لعدد المصابين حتى الآن؟ الحقيقة الطواقم الطبية وأيضا الصحفية لم تتمكن حتى اللحظة من إحصاء الإصابات بسبب كثرة أعداد الإصابات التي تتوافد إلى مشافي قطاع غزة وأيضا النقاط الطبية المنتشرة على طول حدود قطاع غزة. هناك العشرات أو المئات من الإصابات بفعل رصاص الحي الذي تطلقه قوات الاحتلال وأيضا القنابل الغاز المسيلة للدموع. طيب، ماذا عن الأعداد المشاركة في الاحتجاجات ومسيرات العودة؟ يعني منذ صباح اليوم توافد مئات الآلاف إلى حدود قطاع غزة، هناك حضور واسع وكثيف من شتى أطياف الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث أعلن الإضراب بشكل كامل في هذا اليوم، وأيضا تفرغ الشعب الفلسطيني إلى إحياء ذكرى النكبة وأيضا الخروج رفضا لنقل السفارة الأمريكية بالخروج إلى حدود قطاع غزة وإيصال رسالة الفلسطيني تأكيدا على حقه في العودة ورفضا للقرارات ومؤامرات ترامب والإدارة الأمريكية بحق الشعب الفلسطيني. ابقى معنا محمد الزعنين الصحفي من قطاع غزة.